تحياتي لكل متابعي ومتابعات الحياه فام. سعيد جدا بلقائكم في هذا الحوار الخاص اللي ننقله لكم من المركب الثقافي بالقيروان، وين تم العرض قبل الاول لمسرحيه باساسيون. للحديث اكثر عن المسرحيه، سعيد جدا وبكل حب باستقبال احدى ممثلات هذه المسرحيه، كوثر. اهلا بك. عسلامة عزيز، مرحبا بكم. اليوم تم عرض قبل الاول لمسرحيه باساسيون، كيف تنجم تقدم لنا هذه المسرحيه؟ باساسيون هي أنا نقول صورة تجريدية في الرمزية، هي خليط معني من الألوان في تقديم الواقع اللي نعيش فيه في كل الميادين في وقتنا. به أنت في المسرحية كنت جسدت شخصية يقين، لشنو ترمز هذه الشخصية؟ شنو دلالتها؟ هو راه خلي بطبيعة للناس اللي تفرج شنو كل واحد شنو أول، لكن يقين بما أنه في الرمز كما تشوف معناها أنا في الحيوان نلقاه هنا الجانب الحيواني اللي هو هنا سلطنا الضوء على الإنسان وقت اللي يفقد القيم الأخلاقية والإنسانية متاعه، باش يخرج الجانب الأظلم متاعه اللي ما عادش يعرف حد شيء، الجانب الحيواني. أنا شخصية يقين في رمزية الأفعى، بما أنها يقين هي ترمز للجهة الخفية اللي ليها يدين فوق، اللي ليها السلطة الكبيرة اللي قاعدة تحرك في مديرة القناة، كما يعني بعد كما شفت المواجهة معنا ما بينها وبين مديرة القناة اللي تقول لها راوي ما وين ماشي، معنا احنا بيدينا احنا الحقيقة، واللي عنده الحقيقة عنده السلطة، واللي عنده السلطة ما يفهم حد شيء. مع المادة تنتهي كل شيء ويطلع الجانب الغريزي والأظلم للإنسان. نجم نعتبر كونه مسرحية باساسيون تجسد الواقع السياسي والاجتماعي بامتياز على الاخر، هذايا هو ما نيش نقوله هنا بير، اما راي تتفهم يعني هذايا هي وظيفة الفن في اني نسلط الضوء، ما نيش نعطيك الحل للأخصائيين، وماذا بينا احنا اللي يدخلوا الناس كل المسرح، مش النخبة فقط كهو، ليه للمواطن هذي ميساج الحقيقة للمواطنين، امشيوا اتفرجوا على المسرح، امشيوا راك باش ترى روحك، راي وظيفة الفن في اني نوريك روحك، نخليك تضحك على روحك، تضحك على اخطاء، تضحك على كل شيء وتبكي زيادة. ديجا هنا يقال بانه المسرح مرآة المجتمع. اي صحيح. ومحليه زادا كل واحد انه باش يرى روحه من نافذة اخرى. تشاترني الرأي لو كان نقول لك بانه المسرحية هي فرجوية وتلعب على الصورة اكثر من النص ومن الكلام. هذا لازم في هو ديجا المسرح فن فرجوي، معناه من الفنون الفرجوية بالطبيعة. نحكي هنا على الجانب الجمالي الاستيتيك، ما تنجمش انت تخدم خدمة مالا شنو اللي يفرق ما بين الفن والواقع، في انه هذا يبدا منجر، شفت السين والممثل، راهو الممثل خياط مهندس مرماجي كل شيء يخدمها، ممثل راهو كل شيء، كل الوظائف يجمعهم في خدمته، مسؤول على كل شيء. الوغ وزيدا في انه السينوغرافي، الضوء، الوان الملابس، الديكور، هذه كل داخل، هذيك هي خدمتنا، نوريك الواقع، اما الواقع ازين برشا. ساعات كي نوريك نقدم لك سيتياسيون عشتها تبدا معجب بها، معناها رغم انها مثلا في الدراما في واحد، اما مزيان. صحيح. مسرحيه باساسيون قداش خذت منكم وقت لاعدادها؟ الحقيقة أنا التحقت بالمجموعة بعد، هم بدأوا من جانفي، أنا التحقت بآخر شهرين الحقيقة، وكان فما ضغط كبير الحقيقة، ما كنا يد في اليد، وبالحق معناه خاصة تحية كبيرة مدام سلوى اللي مؤخرا يعني فقدت الوالد متاعها، أما بالحق يعني هذيك الكل حنك تشوف النتيجة، معناه الحمد لله إن شاء الله نكونوا وفقنا وعجبت طبعا المتفرجين.
ممتاز. هل انه هذه اول عمل مسرحي ليك ولا قمت بعمل؟ انا قبل في 2016 شاركت في مهرجان مونولوك في كنت في الهويت يعني. بعد شاركت في مسرحية سيلون كتابة واخراج شكر اليعقوبي في جمعية فنون الفرجة ببوحاجلة رئيس الجمعية محمد العميري، سلم عليهم الكل زملائي، وهذا اول عمل في الاحتراف. انا مازلت كتخرج من مدرسة الممثل في المسرح الوطني التونسي. واضح. شكرا لك على قبول الدعوة. نخلي لك كلمة الختام. ان شاء الله يستنى فيكم عرض ياسر مزين ومهم، وان شاء الله باش نعرضه في القروين، ومرحبا بكم الناس الكل في ولاية الجمهورية الكل وحتى في العالم الكل، ويحيى المسرح. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.